أنا محمد محمود محمد حنتاش اسمي، وهون عائلتي. نحن 7 أفراد، 5 أولاد وزوجتي وأنا. يعني بدي أحكي لكم عن الوضع. الوضع مأساوي كتير، يعني وضعنا يعني عم نشعل بلاستيك بالصوبة، الأولاد عم يروح يلمون بلاستيك، عرفت علي كيف؟ وبالنسبة للمعيشة أكل، والله العظيم بالبيت كله ما بتلاقي شيء بياكلوا الأولاد. يعني يمكن يجيب ربطة خبز ياكلوها على الناشف، كل واحد ياكل له رغيف رغيف مثلا، ما في شيء حد وبالمرة، عرفت علي كيف؟ ووضع مأساوي. وأنا زلمي بالنسبة إلي يعني فيني إعاقة، يعني غصب بمشي وغصب بروح وبجي، يعني ملكي كتفي مكسور ورجلي مكسورة معطوبة، عرفت علي كيف؟ وإيدي كمان، عرفت علي؟ ووضعنا يعني بشكل سيء 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 للغاية، يعني عرفت علي؟ يعني كنا نجيب بالنهار 4 ربطات، صار يعطينا ربطة واحدة مشان نمشي بس وضعنا تمشاي، عرفت علي كيف؟ 3 مليون إلو أبو الدكان من عدد الدين اللي عم ندينه مثلا، والناس ما معه. في اللي بتروح لعنده بتكسر نفسك، ممكن تلاقي عنده ممكن ما بتلاقي، عرفت علي كيف؟ يعني وغلات الدولار يعني كمان بالزايد توم. نحن من عدا شيء، من عدا غلات الدولار وضعنا سيء، واجا بغلات الدولار ساء بالزايد، عرفت؟ يشهد الله عم نشغل بلاستيك لحتى ندفن احنا وهالاولاد، عرفت؟ يشهد الله يعني. ونهارت اللي انا شفت، عفوا يعني ولا اطعم بحديثك، يعني انا شفت هيدا الكيس، هيدا الكيس جيبوا يا محمد، افتحوا شوي محمد، شو فيه هيدا الكيس؟ بلاستيك. افتح الكيس خلي يشوفوا. تعالوا دير سمو لهون، دير سمو لهون، دير سمو لهون. اربي يا محمد، اربي اربي، كفي كفي شوي. يعني وضع واقع مبين، يعني على الواقع. هاي ها، هاي مطرات هاي جيبوها من الزباله الاولاد، هاي اناني بلاستيك، هاي كله هاي عم حتى عودان حطب ما عمل لا، يعني محمد ويا ام محمد. يعني انتوا قد ايش صار عم بتحطوا بلاستيك؟ من اول الشتوي استلمنا الامم بعثت لنا مليون مازوت، وما عاد بعثوا لنا. احسن نجيب لا مازوت ولا احسن نجيب حطب. طب بس انه اليوم البلاستيك مش ممكن ياذي كورونا، ضلينا طيب شو ممكن ياذي صدر الواحد وممكن يعمل امراض؟ يعني شو بدنا نسوي يا استاذ؟ وضعنا يعني طيب لا حول ولا قوه، يعني شو بدنا نسوي؟ يعني بدنا ندفى، بدنا ندفى هالاولاد، واحيانا يجي يروح يبرم وما بيلاقوا، احيانا نضل باكثر الايام كمان بلا صوب. يعني احيانا بالحرامات والبرد. شو بيقولوا لك؟ شو بيقولوا لك الاولاد؟ طيب لما ما بيكون في مازوت ولا بلاستيك عندك بالبيت شو؟ والله بيتباكوا كل واحد اخيه دموعه شارة اخي من البرد، ووضعه مأساوي. يعني شو بدي اقول لك؟ الا نحن نبكي معهم، يعني عاجزين ما قادرين نعمل لهم شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني طب محمد شو موقفك بيكون لما بتسمعي من اولادك هالشيء؟ شو موقفك؟ يعني انت تخيل الموقف استاذ عم يعني موقفي شو اذا ابنك طلب منك او يبكي بابني قدامي يعني وبردان وما فيني اعمل له شيء؟ يعني بصير ابكي مثله احيانا. شو لا حول ولا قوه الا بالله. يعني وضعنا كثير سيء ومفصولين من الامم، من المساعد المالي، وحتى اذا اجينا نصرف الكرت عم يصير على ارتفاع الدولار، ما عم نحسن نجيب شيء، بدنا نعطي نوفي الخباز ولا شو، بدنا نجيب اكل لاولادنا، ما عم نحسن ولا في لا حول ولا قوة. يعني شو بدنا نحكي؟ يعني استاذ وضعنا يشهد الله، يشهد الله، يعني بدون مبالغة ولا زيادة، يعني انه هلا تقوم انت معي وانت وهالحاضرين وبتتفتش تفتيش نظامي، اذا بتلاقي شيء تطلع بالهاي غير يمكن في رغيفين خبز بهالبيت، ما في غير بهالخيمة،
إذا بتلاقي غيره لا برغل لا رز لا لا ما في شيء ما في شيء الحمد لله رب العالمين يعني بس عم نتحمد الله مثل ما بيقولوا وهاي شوفة عين كل واقع اللي يحكي لحاله يعني أنت بتفضلك أم هلا تفتش البيت حي وأنا صاحب البيت يا أخي صاحب الخيمة سامح لك إنه تفتش بغراضي كلها يا أخي عرفت عليك إذا بتلاقي حبة رز أو حبة برغل أو أي طبخة عرفت علي كيف؟ يعني بتشوف بالعين المجردة عم يطلبوا منك الأولاد أحياناً بعض كثير كثير والله كثير كثير شو بتعمل؟ شو بعمل؟ بقول لهم طولوا بالكم بركي الله يفرجها علينا البنت شايفة مع رفيقتها بالمدرسة فواكه قالت لي بدي اخذ معي مثل ما اخذت رفيقتي قلت لها يلا طولي بالك لا حول ولا قوه الا بالله طولي بالك بكره بجيب لك بوعدهم يعني المبركه ان شاء الله الله يفرج علينا فواكه بتخلطوها شيء لا لا والله نهائيا استاذ اذا عم اقول لك اكل بس هيك اكل طبيعي ما عم نحسن غير يمكن عم اقول لك ربط الخبز وعم ندين حق دين يشهد الله يعني وضع صعب كثير جدا 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 أنا لفتني يعني أنا كنت برا عم نوزع محمد بيدرني وهو صار يحكي معي فبيقول لي محمد بأنه نحن عم نستعمل بلاستيك للصوبية وشكرا على أنه جبتوه عمرك يا محمد عمري 12 سنة عم تشتغل بصلح سيارة قديش صار لك عم تشتغل؟ سنة بتروح على المدرسة طيب يعني انه بتوفق بين مدرسة وشغل؟ لا والله قبل السنة كان يشتغل على مكبس بلوك كان قبل هذيك السنة كنت اشتغل على مكبس بلوك صار لي سنتين ثلاثة بيلم له الباطون حول المكبس اشتغل كان بيعطيك ستة يعني كنت تروح على المدرسة؟ رحت وصلت للرابع وما عاد حدا ما عاد رحت على المدرسة حالتنا حالي رحت اشتغل عشان اهلي وناكل ونشرب رحت اشتغل مع زلمه قد ايه بيعطوك يا 10000 شيء يعطي 10000 هلا بس خفان هلا عم يعطيني ب 40000 40000 بالجمعه ومن الصبح لا يعني يعني دولار ونص دولار ونص يعني بالجمعه طب يا محمد تتعب بالشغل ما بقول لك ما في تعب ما بقول لك في تعب والله في تعب كتير مو ما في تعب في تعب كتير كتير طيب شو بتعمل يعني هو بدي اشتغل شو بدي اسوي ابوي معاق وحالتنا حالي شو بدي اسوي هلا بطن طب محمد يعني ما بتحب انك ترجع على المدرسه او ما بتشوف احيانا انت عم تشتغل إذا هيك بيمر تلاميذ حدك اي والله بحب ارجع شيء والله بتحسس بصير ببكي ولهلا اذا بسمع بالمدرسه بصير ببكي بس شو بدنا نساوي يا استاذ ما في لا مدرسه لا في مصاري لا في ما في معنا مصاري نروح المدرسه لا في معنا شيء حبه خبز للمهم الدين زلمه عم يصبر من الدين لدين قد ما كنا حالتنا حالي حالتنا حالي حسبنا الله ونعم الوكيل يلا صح طلعت من المدرسة بس انت طلعت لمسؤولية اكبر ايه انت صح من حقك انه تتعلم ايه ان شاء الله انه مثل ما هلا قلت لي بانك انت حابب انك ترجع تتعلم انه هالامنيه هاي بانك تتحقق لك ان شاء الله وانك ترجع على المدرسه لانه المدرسه بعمرك انت هي المكان يلي انت لازم تكون فيه صحيح ان شاء الله اللي يا محمد حتى يا استاذ انا بطلت من المدرسه عشان ايجار الفان ما معنى ايجار الفان ايجار الفان بده 300 400 الف بالشهر عشان ياخذنا على المدرسه يرد يجيبنا انا بطلت من المدرسه عشان هيك عشان الايجار السيرفيس ما معنى مصاري حتى ناكل حتى نروح بالسيرفيس يا استاذ ان شاء الله ان
شاء الله. هلا لو ما اختي كفلت الامم واخذتها بالسيرفيس وتاخذها على كفلتها وكل شيء كان كنا كمان ما دزلناها عندنا. هاي في هدول الولدين بس هاي البنت عم تروح عم تروح على الروضه بس صار في دفع ايجار بس هاي البنت هاي عم ياخذوها على الروضه هاي الصغيره بس. حبيبي ليه عم تبكي؟ هلا روح روح سألين على خيك؟ سألين على محمد؟ طب شو بتتمني له؟ شو بتتمنى لمحمد إن شاء الله إنه يرجع على المدرسة؟ أتمنى له يرجع على المدرسة وزي معنا ربطة غبن ما بدنا التمنيه بس بدنا بس انه انه بس يصير معنا حرب تطلع الخبز وما بدنا اكثر من هيك لا بدنا ناكل ولا بدنا نشرب ما بدنا لا بدنا فواكه ولا بدنا لحم بس بدنا هالربطة الخبز وهالكيلو الرز بس بدنا اياه ما بدنا غيره شيء نتحمد ربنا. في عيلة ايتام كمان حد منا كمان نفس ال... نفس الوضع نفس الوضع جيراننا يعني سايق بالخيمة حد منا